تقرير مهم أعده مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. انتهت مؤخراً الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين أمريكا والعراق، وكانت نتائجها ترسم صورة مستقبلية لتوطيد أواصر العلاقة بين البلدين، ومنها مسألة بقاء القوات الأمريكية وتحديد برنامج زمني لانسحابها النهائي عبر نافذة فنية يحددها البلدان على ضوء المستجدات القائمة. آفاق الاتفاق المرحلي في الجانب العسكري الأمني أكدت على أن القوات الأمريكية ستكون للتدريب وتقديم العون والمشورة والتعاون في مجالات الدعم اللوجستي وبرامج التسليح للقوات العراقية، وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة في مواجهة الإرهاب، بينما يؤكد العراق التزامه بحماية البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية وقوافل الإمداد والتنقل ويمنع استهدافها. بعد يوم واحد تقريبا من انتهاء مباحثات الجولة الثالثة، أعلنت خلية الإعلام الأمني أنها أحبطت هجوما على قاعدة عين الأسد الجوية، وذلك بعد العثور على عجلة حمل كانت متوقفة على مسافة من طريق هيت البغدادي شرق قاعدة عين الأسد، وعليها قاعدة صواريخ محورة وفيها 24 صاروخا. الخبراء الأمنيون يؤكدون أن وجود هذه العجلة في تلك المنطقة يؤشر على حرية حركة وتنقل المكلفين بتنفيذ الهجوم، وأن لديهم القدرة على استطلاع المناطق واختيار المكان المناسب لتحقيق الغرض الاستخباراتي والعملياتي واجتياز السيطرات. كمية الصواريخ التي عثر عليها في تلك العجلة وقاعدة الصواريخ المحورة عليها تؤكد النوايا الحقيقية في إحداث خسائر كبيرة داخل القاعدة الجوية وتحقيق الغرض والهدف السياسي والأمني من تنفيذ العملية، وهو خلق أكبر صدى إعلامي ممكن. ولذا يبدو أن الجهة المسؤولة عن الهجمات باستهداف المواقع والقواعد العسكرية للقوات الأمريكية والتأثير على نتائج الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد وإحراج الحكومة العراقية وإثبات عدم قدرتها على تطويق مثل هذه العمليات التعرضية وملاحقة المتورطين بها، تحاول انتهاز هكذا فرص بكل ما أوتيت من قوة على الأرض وفي المشهد السياسي لكي تثبت أنها ما تزال فاعلة.